جوارديولا يقاتل أشد القتال على التعاقد مع النجم المغربي أشرف حكيمي. جوارديولا بيضع حكيمي صفقته الأولى في الموسم المقبل مع مانشستر سيتي. ماذا قال البيب جوارديولا عن أشرف حكيمي؟ وماذا قال أيضا بيب جوارديولا عن تصريح ناصر الخليفي بأنه لن يسمح لرحيل حكيمي إلى مانشستر سيتي؟ هنعرف كل هذه الأمور من خلال حلقتكم في قناتكم زياش أند حكيمي لافرز. لايك للفيديو، اشتراك في القناة، فعل زر الجرس، تابع معانا الحلقة إلى نهايتها. مستقبل أشرف حكيمي إلى أين؟ مستقبل أشرف حكيمي هل سيعود إلى ريال مدريد أم يذهب إلى حكيم زياش في تشيلسي أم يذهب، وده أمنيتي، إلى مانشستر سيتي وتحت قيادة البيب جوارديولا اللي هيخلي من حكيمي نسخة تانية خالص، نسخة مرعبة أكثر رعبا من نسخة حكيمي مع إنتر ميلان في الدوري الإيطالي. جوارديولا أكد بأنه يضع أشرف حكيمي مطلب أول له في الموسم المقبل للتعاقد معه، وأكد بيب جوارديولا بأن رغبة اللاعب هي الذي ستحسم انتقاله. ده رد على تصريح ناصر خليفي اللي طلع بيه النهارده، وأكد الخليفي بأنه لن يسمح لرحيل حكيمي إلى مانشستر سيتي، ولكن جوارديولا فجرها في وجه الخليفي وقال رغبة أشرف حكيمي هي التي ستحسم انتقاله إلى مانشستر سيتي. كذلك جوارديولا اكد بان اكيد اداره باريس سان جيرمان مش هتسمح برحيل حكيمي بمبلغ بسيط، فجوارديولا اكد بان فريقه على اتم الاستعداد لدفع اكثر من 200 مليون يورو لجلب افضل باك يمين في العالم.